السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك. تسأل عن الدين، ما دينك؟ تقول الإسلام ديني، أنا مسلم. ما هو الإسلام؟ هو أن تسلم، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. المسلم لابد أن يطيع الله ولا يعصي الله سبحانه وتعالى. كل مسلم تنلاي جامبي تروتا إبادات تجمبو الله سبحانه وتعالى. المسلم لابد يتميز عن الكفار، لا يشاركهم في أعيادهم واحتفالاتهم. بكل إسلام كروب روب تروتا ين تا ين باين جاي أدات أمبي نادال مشرك ريكو كافير تنلاي ين من آجو روم جي موي بوكي نو بنتين ويف سيم سين دل تأتون نن إبادات ربح بوكي لاي. نعم، الدين الإسلامي ثلاث مراتب، ثلاث درجات. ساسنا إسلام كمين باي لمدب. المرتبة الأولى الإسلام. لمدب تيموي كإسلام. المرتبة الثانية الإيمان. لمدب تيبي كإيمان. المرتبة الثالثة الإحسان. لمدب تيباي كأجمدا إحسان. أركان الإسلام خمسة. ركن إسلام من برام. أركان الإيمان ستة. ركن إسلام إيمان كمين برموي. أركان الإحسان، الإحسان ركن واحد. ركن إحسان كمين موي.